هذا وتواصل تركيا استباحة الأراضي العراقية برا وجوا، الأمر الذي يمثل وفق المراقبين خرقا للقوانين الدولية في ظل الرفض القاطع من قبل الحكومة العراقية للتبريرات التركية حول هجماتها المتكررة في القرى الحدودية والتي تسببت حتى الآن في مقتل العديد من المدنيين. في ظل رفض قاطع من الحكومة العراقية تواصل تركيا مسلسل انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار بالتوغل البري والقصف الجوي العنيف في شمال العراق. تحت ذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وجهت الطائرات التركية ضربات عنيفة على ضواحٍ ومناطق تابعة لبلدة العمدية في إقليم كردستان العراقي، الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في تلك المناطق، وتدمير محطة للوقود وقطع الطريق الرئيسي بين البلدة ومركز مدينة دهوك بحسب مسؤولين محليين. السلطات المحلية في إقليم كردستان العراقي قالت من جهتها إن ما تقوم به تركيا حاليا من توغل عسكري وملاحقات لا يستند إلى أي اتفاقات رسمية مع العراق أو إيران، ويعتبر عدوانا وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وعادة ما تشن تركيا غارات جوية على مناطق جبال قنديل وسنجار وزاب ضد ما تزعم أنه معسكرات لحزب العمال الكردستاني، لكن المنظمات الحقوقية مثل مفوضية حقوق الإنسان في العراق تؤكد أن الضربات استهدفت مواقع مدنية تخلو من الأهداف العسكرية وتسببت في مقتل العديد من المدنيين وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ونزوح المئات من البلدات والقرى.